كيف تبدو إيران في الذكرى السنوية 40 على ثورتها؟ وهل ما زال الشعب الإيراني متحمساً للثورة؟ إلى أي مدى أسهمت سياسات طهران الخارجية في تغيير ملامح المنطقة السياسية؟ ماذا تريد إيران استراتيجياً؟ السيطرة على المنطقة أم الاعتراف بنفوذها الإقليمي؟ هذه الأسئلة تأتيكم في برنامج حديث العرب بعنوان بعد 40 عاماً ثورة، ماذا تريد طهران؟